الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على مواجهة ارتفاع الأسعار وعدم تحميل المواطنين المزيد من الأعباء. مدبولي يواجه بوضع خطة تنفيذية متكاملة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية تخفيضا لفاتورة الدعم. لافروف يقول إن الغرب سيكون مجبرا على التفاوض مع روسيا مع تراجع قدرته على توجيه الاقتصاد العالمي. 6 مساء في القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية لتقليص الضغط على العملات الأجنبية. وفي مداخلة له خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في أبو رواش بالجيزة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن البنوك المصرية ستغطي الاعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن البضائع في الموانئ. كل ما هننتج مواد بنجيبها من بره كل ما الضغط على الدولار يقل. الفكره يعني انا بسمع كلام كتير يقول لك ايه، انتوا ارجو ان انتوا تخفضوا من المشاريع القوميه عشان تخففوا العبء على الايه؟ على الدولار. لا يا جماعه لا. وبالمناسبه يعني ان شاء الرحمن الرحيم، يمكن الدكتور مصطفى كان بيكلمني في اول امبارح، معلش يا انا يعني بيكلمني على خطته في، لان احنا كنا قلنا من شهرين ان احنا محتاجين المستلزمات اللي موجوده في المواني تطلع يا دكتور مصطفى، فكان بيعرض عليا من يومين الخطه بتاعه خروج هذه المواد، وانا مش بعلنها للناس، احنا قلنا كلام بس وبننفذه ان شاء الله. فطبعا البنوك المصريه هتغطي المطلوب بالدولار على طول لصالح الاعتمادات ديت في خلال 3-4 ايام. كما دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين. وأشار السيد الرئيس إلى أن مجمع الأسمدة الأزوتية المقرر افتتاحه خلال الفترة القادمة سيواكب زيادة المساحات الزراعية. اوعوا تكونوا فاكرين انتم احنا مش حاسين كبني آدمين وكمسؤولين ان الأسعار حمل على الناس. بس والله ما في أكتر من كده نقدر نعمل. يعني كل يعني بقى شرحت حاجه واحده بس في موضوع واحد. لو كلمت على الكهرباء هتلاقي نفس الكلام. لو والله النهارده الدكتور شاكر حب يسعر الكهرباء هو والشركه والبترول بالتكلفه الحقيقيه، والله انا مش بتكلم على اللي احنا بندعمهم، الكلام ده انا قلته قبل كده. انا بتكلم على حتى اللي احنا كنا وصلنا ان احنا حررنا السعر بتاع الكهرباء بالنسبه لهم اللي هي الشرائح الكبيره قوي اللي هي اعلى نسبه استهلاك. لا قدرنا نعمل كده مع المصانع ولا قدرنا نعمل كده مع المواطنين. بس انت بتعمل ده كله منين؟ ما محدش بيجيب حاجه من جيبه. مش كده يا دكتور مصطفى؟ مش من جيبنا يعني. لكن ده من قدره البلد. فانا بقول الكلام ده عشان كلنا نتكاتف، لان بلاحظ ان بعض الناس يعني يقول لك ده فرصة ان احنا نعلي الاسعار شوية نكسب، نقول ما فيش دولار ما فيش. ده بالعكس، ده الوقت ده هو الوقت اللي احنا فيه يعني يبرز فيه ان احنا حرصنا على الناس وان احنا ما نغليش الحاجة على الناس. احنا بنتكلم في اكل وشرب، بنتكلم في اكل وشرب وحاجات اخرى. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة وجود أوعية ادخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة، مشيرا إلى أن قناة السويس تحتاج إلى صناديق وأوعية لتمويل مشروعات جديدة. قناة السويس هتكلم على الافتتاح الجديد، مش الافتتاح اللي هو في القرن الأول ما اتفتحت، لا اللي هو سنة 75 حتى بعد حرب 73. من 75 للنهاردة قناة السويس جابت تقريبا 200-220 مليار دولار. أنا خليت المتوسط 4. خليت المتوسط إيه؟ 4. 200 مليار دولار.
لو حد كان شال 10% من الرقم ده وحطه في صندوق، خلي بالكوا الصندوق ده مش معناه ايه، ما هو دخل البرلمان ليه الصندوق؟ عشان يديله حصانه قانونيه في ما حدش يقدر لا مؤاخذه ياخد منه ولا يتصرف فيه ولا اي حاجه طبقا للمعايير اللي تم التصديق عليه بيها والقواعد اللي اتحطت. جهاز الدوله الرقابيه هتفتش عليه طبعا، جهه سياديه مسؤوله عنه طبعا، كل حاجه. كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة مسؤولة عن وضع القواعد والنظم للحفاظ على الأسرة، مشيرا إلى وجوب أن يكون هناك حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الجديد. موضوع الأحوال الشخصية كده، احنا قلنا شوية ملامح للقانون، والنخبة اللي اشتغلت فيه من يعني مطمئنين ان هم خدوا كل وجهات النظر وتم طرحها، لان الناس دي كانت بتشوف الكلام ده وهي قاعده على منصه القضاء على مدى 30 سنه واكتر، فشافت مشاكل كتير. فالملامح الرئيسيه اللي هي اتقالت لكم كده، لكن ده مش معناه، وسيد وزير العدل موجود مش كده؟ يعني انتوا عاملين حسابكم ان انتوا تعملوا حوار مجتمعي؟ We'll be right back.
هذا وقد تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي نسخة من القرآن الكريم كهدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة. جاء ذلك خلال احتفالية افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة. هذا وقد توسط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين والعاملين بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة. جاء ذلك عقب جولة للسيد الرئيس تفقد خلالها مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبو رواش. في إطار خطة الدولة لتوفير الأكسجين لكافة المستشفيات، يأتي تدشين المصنعين الجديدين لإنتاج الغازات الطبية بمجمع مصانع شركة النصر للصناعات الوسيطة في المنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة. شريان جديد من شرايين التنمية على أرض مصر، مجمع مصانع شركة النصر للصناعات الوسيطة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة. المجمع يعتبر أكبر وأقدم صرح صناعي بالقوات المسلحة، أنشئ عام 1972 ويضم 21 مصنعا على مساحة نحو 250 فدانا. وفي إطار عجلة التطوير، يشهد المجمع تدشين مصنع عين جديدين لإنتاج الغازات الطبية في إطار خطة الدولة لتوفير الأكسجين لكافة المستشفيات المصرية، وشركة النصر للكيماويات الوسيطة شركة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التي تعمل في نفس المجال في الشرق الأوسط. ويعمل بالشركة أكثر من 5000 عامل ومهندس من شباب الخريجين من جميع محافظات الجمهورية، بخلاف أكثر من 20000 فرصة عمل غير مباشرة. وتقوم شركة النصر للكيماويات الوسيطة بإمداد شركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات الهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى شركات قطاع البترول والشركات الصناعية الكبرى باحتياجاتها من الغازات المختلفة. We'll be right back.
وعقب افتتاحه لمصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيميائية بمنطقة أبو رواش، أوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي موكبه بعد رؤيته لإحدى السيدات جالسة على الرصيف وأدار معها حوارا، كما وجه بتلبية كافة احتياجاتها. طب ليه مش عايزين نستوردها من بره؟ أولاً عشان نشغل ناس في مصر. يعني بدل النهارده أنا مشتري المنتج ده من بره، طب ما أنا أعمله عندي والناس في العمالة تبقى عمالة مصرية، وبدل ما أنا بدفع دولار عشان أشتريه، هشتريه بالجنيه المصري. وأنا بقول الكلام ده لينا كلنا، للرجال الأعمال وللمستثمرين وللحكومة وليكم. كل ما هننتج مواد بنجيبها من بره، كل ما الضغط على الدولار يقل. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بالمتابعة الدائمة لموقف توافر السلع بالأسواق، وأوضح رئيس الوزراء خلال اجتماع له أن هذا الاهتمام يأتي في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين، وبخاصة السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة، لا سيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في الحدود المطمئنة، مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ في شهر يناير القادم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاع الموارد المائية والري، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أكد رئيس الوزراء على أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة وما تتيحه من تيسيرات ومحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. كما شدد مدبولي على أهمية أن تكون هناك خطة تنفيذية متكاملة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية خلال الفترة القادمة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج. يأتي هذا في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة وممثلي وزارة الخارجية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، حيث بدأت المراسم بكلمة رئيس جهاز الملحقين الحربيين تناولت تقريرا مفصلا لدورة التمثيل الدبلوماسي العسكري لعام 2022-2023،
كما ألقى اللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من كافة أوجه الدعم للارتقاء بمستوى عناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، مشيرا إلى الجهد المبذول لإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه. وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما هنأهم بانتهاء دورة الإعداد والتأهيل التي تسبق توليهم المنصب، وطالبهم بمواصلة الاطلاع والمعرفة في كافة المجالات والتخصصات لبناء القائد الكفء القادر على تنفيذ كل ما يكلف به من مهام، مع التمسك بالانضباط العسكري والقيم والثوابت الأصيلة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن عملية انتقاء تلك العناصر تمت وفقا لأسس علمية مدروسة، وأن هؤلاء العناصر هم خير مثال يحتذى به بين رجال القوات المسلحة نظرا لما يتمتعون به من مقومات تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار. في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها، تعلن وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات التي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2023-2024. أشارت وزارة الدفاع إلى أنه يتم فتح باب التسجيل للشركات المحلية المتقدمة لأول مرة والتي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية اعتبارا من أول يناير المقبل. كما أوضحت وزارة الدفاع أنه عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع بكافة البيانات والأوراق المطلوب استيفاؤها وبحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربي. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 849 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 321 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 36 طن. أما في مجال حجب أرز الشعير والأرز الأبيض وعدم توريد الأرز أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 237 طن. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي فقد تم ضبط 48 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 985 قضية من بينها 277 قضية خبز ناقص للوزن و209 قضايا لخبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر تم ضبط 7 قضايا بمضبوطات بلغت 249 طن. وما زلنا مع جهود وزارة الداخلية والتي تواصلت في التصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وبحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. تتواصل الجهود الأمنية للتصدي للجرائم التموينية المتنوعة. في هذا السياق شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات أمنية مكبرة تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديريات الأمن، أسفرت عن ضبط أكثر من 66 طن دقيق بلدي مدعم قام مالكه ومسؤول عدد من المخابز البلدية ومستودع دقيق بلدي بالجيزة وقنا وشمال سيناء بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وضبط قرابة 195 طن دقيق أبيض تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف بيعها بأزيد من السعر المقرر وبأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بالقاهرة والجيزة والقليوبية، وضبط 27 طن ملح طعام تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة والشرقية والمنوفية لبيعها بأزيد من سعرها المتداول.
ونجحت الأجهزة الأمنية في إطار استمرار تصديها لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها في ضبط أكثر من 52 طن مواد غذائية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة والقليوبية، وضبط أكثر من 22 طن أرز أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالقليوبية والدقهلية لبيعها بأزيد من السعر المتداول. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 120 طن أرز شعير بحوزة اثنين من مالكي مخازن بدون ترخيص لتجارة الحبوب بالدقهلية والشرقية، قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 556 طن أعلاف حيوانية وداجنة غير معلن عن أسعارها، وتم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء بالجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية. كما نجحت في ضبط 35 طن مواد بناء بالمنوفية والدقهلية تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت في ضبط أكثر من 36 طن أسمدة زراعية تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول بقنا والمنيا. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 8 أطنان جبن أبيض غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة، وضبط أكثر من 77 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالدقهلية والقاهرة والجيزة. واستمرارا لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، نجحت في ضبط 210 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية، وتمكنت من ضبط 57 طن ونصف مواد خام ومستلزمات إنتاج بلاستيك غير مطابقة للمواصفات القياسية بمصنع غير مرخص لإنتاج المنتجات البلاستيكية بالقليوبية، وضبط أكثر من 15 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة المسؤول عن مخزن لتعبئة المنظفات الصناعية بالقليوبية. وفي تفاصيل الأزمة الأوكرانية، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن الغرب سيكون مجبرا على التفاوض مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية مع تراجع قدرته على توجيه الاقتصاد العالمي. أضاف لافروف أن الغرب فقد مصداقيته كشريك بعد أن علق جميع الاتصالات مع روسيا، لافتا إلى أن بلاده لن تقدم أي تنازلات. إلى ذلك، دعت أوكرانيا إلى استبعاد روسيا من الأمم المتحدة بعد أكثر من 10 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إنها تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي وباستبعادها كليا من الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن روسيا تحتل بشكل غير قانوني مقعد الاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 1991 وتفككه إلى 15 دولة جديدة. في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إنه طلب مساعدة الهند في تنفيذ صيغة سلام، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي. أضاف زيلينسكي أنه يعول على مشاركة الهند في تنفيذ صيغة السلام، معربا عن تمنياته لها برئاسة ناجحة لمجموعة العشرين. هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير ورشة إصلاح أسلحة أوكرانية في منطقة كراماتورسك، وكذلك نظام مدفعي أمريكي الصنع في دونسك. جاء ذلك خلال الإفادة اليومية للوزارة حول التقدم المحرز بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تابع بيان الوزارة بأن القوات الروسية دمرت مجموعة استطلاع وصفتها بالتخريبية، إضافة إلى طاقم هاون تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في لوهانسك.
نشرتنا متواصلة معكم وفيها العواصف الثلجية تودي بحياة أكثر من 30 شخصاً في الولايات المتحدة. عقدت وزارة الداخلية العمانية مؤتمراً صحفياً للإعلان عن نجاح التجربة الإلكترونية للتصويت في انتخابات البلدية في نسختها الثالثة. أكدت الوزارة أن سلطنة عمان حريصة على التحول الرقمي في جميع المجالات، مشيرة إلى أن النظام انتخب الإلكتروني أثبت نجاحه في العملية الانتخابية وساهم في تفاعل الناخب العماني في المشاركة بالحياة السياسية. حرصت وزارة الداخلية على مواكبة التطور التقني وأتمتة الخدمات وتكامل بياناتها وعملياتها وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة تماشياً مع برنامج التحول الرقمي الحكومي ضمن أولوية تقنية المعلومات والاتصالات في رؤية عمان 2040. أعلنت الحكومة التايوانية أن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال 24 ساعة ماضية. وردا على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن الجيش الصيني. وقالت وسائل إعلام رسمية في تايوان إن هذا يعد أكبر توغل لسلاح الجو الصيني حتى الآن. ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن كوريا الجنوبية دفعت بمقاتلات وطائرات هليكوبتر هجومية وأطلقت طلقات تحذيرية بعدما اخترقت طائرات مسيرة من كوريا الشمالية مجالها الجوي. أفادت الوكالة بأن كوريا الجنوبية تعقبت الطائرات المسيرة وهي تعبر من كوريا الشمالية فوق ما يعرف باسم خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يفصل بين البلدين. كانت وزارة النقل في كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق عن تعليق رحلات السفر من مطاري إنشون وجيمبو بناء على طلب من الجيش قبل أن تستأنف الرحلات بعد ذلك. حث الرئيس الصيني شي جين بينغ المسؤولين على اتخاذ خطوات عملية لحماية الأرواح في أول تصريح له حول كورونا منذ أن خفقت بكين بشكل كبير خففت التدابير الصحية الصارمة هذا الشهر. وشدد بينغ على ضرورة إطلاق حملة الصحة الوطنية بطريقة أكثر استهدافا وتعزيز خط دفاع المجتمع للوقاية من الأوبئة ومكافحتها وكذلك حماية أرواح المواطنين وسلامتهم وصحتهم. لقي أكثر من 30 أمريكيا مصرعهم جراء العاصفة الشتوية المستمرة منذ أيام شرق الولايات المتحدة الأمريكية. تسببت هذه العاصفة الثلجية بمحاصرة بعض المدن الأمريكية مع عدم تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر. مع التدني الكبير في درجات الحرارة وتراكم الثلوج وانقطاع الكهرباء، أدت العواصف الثلجية القاسية التي تضرب مناطق شرق الولايات المتحدة إلى تعريض حياة ملايين الأمريكيين يوم عيد الميلاد للخطر، واستيقظ أكثر من 200 ألف شخص في ولايات شرقية عدة دون كهرباء صباح عيد الميلاد، ما اضطرهم لإلغاء خططهم للاحتفال، على الرغم من أن العاصفة التي استمرت 5 أيام أظهرت علامات تراجع، وانخفضت درجات الحرارة في 48 ولاية إلى ما دون الصفر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وألغيت آلاف الرحلات الجوية، كما أجبر السكان على البقاء في منازلهم المغطاة بالثلوج. من جهتها حذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من أن العواصف الثلجية في منطقة البحيرات الكبرى الناتجة عن تهاطل الثلوج ستستمر خلال يوم عيد الميلاد مع تراكمات ثلجية إضافية من قدمين إلى 3 أقدام، ما جعل درجات الحرارة الباردة مهددة للحياة خاصة مع انقطاع الكهرباء.
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل عن التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة وأطر الحماية الاجتماعية. تناولت الورشة عدة محاور، منها التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة بجانب أطر وآليات تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمالة غير المنتظمة وماهية التشريعات المنظمة والمتعلقة بها في القانون. تضمنت التوصيات الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة، مع أهمية وضع تعريفات محددة لهذه الفئة وبتوضيح الفارق بين العمالة الموسمية والعرضية والمؤقتة، وأهمية العمل على توفير حوافز إضافية للقطاع الخاص للتشجيع على تسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل لديهم، مع السماح للعامل في استكمال دفع التأمينات الاجتماعية في حالة فصله عن عمله السابق. ناقشت ربع جلسات صالون مستقبل وطن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها المأمول في دعم الاقتصاد القومي. أصدر الصالون توصيات لخريطة الطريق مع دعم النهوض بالصناعة. كما ناقش الحاضرون خلال الجلسة معوقات النهوض بالصناعة وكيفية تخطيها. في النسخة الرابعة من الصالون السياسي لحزب مستقبل وطن، يناقش أعضاء الصالون هذه المرة موضوعا هاما بعنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها المأمول في دعم الاقتصاد القومي. خرجنا بتوصيات إن شاء الله تفيد، وهيبقى التوصيات بتاعة حزب مستقبل وطن هتبقى مميزة وهتبقى خريطة طريق جيدة جدا لاستمرارنا في هذا الأمر، لأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي خاطرة الاقتصاد، ولازم أن احنا نسعى في هذا الأمر بشدة شديدة جدا. الصالون السياسي أو الصالون اللي أنا هقول صالون صناعي في الحقيقة، النهاردة كان بيتكلم على أمور تنفيذية، بيتكلم مع عدة هيئات مختلفة، في الآية احنا أثرنا عديد من النقاط وأثرنا عديد من الأمال الموجودة، وكمان ناقشنا التحديات اللي موجودة، وفعلا كان الموضوع صريح جدا والمناقشة صريحة جدا على الصناعة وكيفية النهوض بالصناعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة. في كثير جدا من الأمال إن شاء الله تبنى على هذا الصالون. الحقيقة أنا ما كنتش متوقع إن الأحزاب بتعمل النشاط ده، يعني لما شفته في حزب مستقبل وطن طبعا فرق كتير. يعني الحقيقة اللي أنا شايفه النهاردة ده تعاون مثمر. الجلوس والمستمعين تفهموا، قالوا الشكاوي اللي عندهم، المشكلة اللي طلعت النهاردة سواء مشكلة تمويل أو مشكلة 152-154 هتفيدنا عشان نرجع نعرضها. وبصراحة يعني الاجتماع كان مثمر جدا، وأهم حاجة لمسنا كلنا طبعا هي التنسيق، يعني إن في جهات كتيرة بتشتغل على موضوع المشروعات، انما لا يوجد، يعني مش عايز اقول لا يوجد تنسيق، في مساحه اكبر للتنسيق. الصالون النهارده اصدر اكتر من توصيات واصدر اكتر من افكار جديده، شايف انها هتفرق كتير جدا الفتره اللي جايه، اهمها في ترتيب للتنسيق ما بين الجهات الحكوميه المختلفه بهدف دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه، واهمها المشروعات التصديريه والمشروعات اللي بتركز على احلال الواردات. سعداء طبعا بوجودنا في الصالون المهم ده. قطاع المشروعات الصغيره من القطاعات الهامه في الدوله المصريه، وبالذات في الاونه الاخيره وفي الاونه الحاليه في ظل الازمه الاقتصاديه الحاليه. يعني الصالون النهارده غطى كل المشاكل والمعوقات اللي بتقابل هذا القطاع، ووضع حلول مبدئيه لهذه المشاكل. المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر هي عمود الاقتصاد في أي بلد في العالم، وإحنا النهاردة في دفعة قوية جدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اللي بتمثل حوالي 98% من المشروعات اللي موجودة على أرض مصر. يمكن النهاردة الميزة في الصالون النهاردة إنه بيجمع أصحاب الصلة أو الجهات اللي بترعى هذا الموضوع. صناعة التمويل المتناهي الصغر هي صناعة مهمة جدا في المرحلة الراهنة لدعم شريحة مهمة جدا في المجتمع، هي شريحة الأكثر احتياجا. بيهمنا قوي دعم هذه الشريحة، وخاصة إذا كنا بنتكلم في الناس اللي محتاجة 5000 ل 50000 جنيه أو ل 200000 جنيه، فدي مهمة جدا.
إلى حياة كريمة، حيث تواصلت أعمال القافلة العلاجية التي أطلقتها مديرية الصحة لليوم الثاني على التوالي بنجع الحجر التابع لمركز دراو في أسوان. وتكونت القافلة من 10 تخصصات مختلفة، وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان لجميع المترددين على القافلة، وتحويل عدد من المرضى للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بأسوان لإجراء العمليات الجراحية وحالات أخرى لعمل أشعة رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية. بنستقبل حالات الجراحة وبنشخصها، واللي محتاج أي وصفات علاجية بنكتبها له، اللي محتاج أي تدخل جراحي بنحوله على المستشفيات المحيطة بالمكان تابعة لمديرية الشؤون الصحية بأسوان، وبتعمل له العملية على نفق الدولة، وأي علاج بيتصرف من الصيدلية التابعة للقافلة مجانا. القافلة بيتم فيها الخلع البسيط، أي حالة فيها جراحة أو محتاجة حاجة غير الخلع بنحولها لوحدات التابعة لوزارة الصحة اللي هي بتبقى قريبة للمنطقة الموجودة هنا، أو بنحولها يعني لأخصائي تبع برضو وزارة الصحة. أكدت مؤسسة حياة كريمة أن نسبة تنفيذ مشروع وحدة طب الأسرة بقرية أولاد سالم بحري بمحافظة سوهاج وصلت إلى 92%. أضافت المؤسسة أن الوحدة مقامة على مساحة 1500 متر مربع ومكونة من 3 أدوار، تضم مبنى استقبال بالإضافة للعيادات ومكاتب الخدمات وشقق سكنية للأطباء والممرضين. مشاهدينا الكرام، نفتح معكم الآن نافذة اقتصادية في نشرتنا. أخبار الاقتصاد مع رجائي رمزي، إليك رجائي. شكرا هبة، شكرا نهى. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، قال إن الدولة تستهدف المزيد من التعاون مع الصين في مجال تصنيع الوقود الأخضر والصناعات المكملة له من توربينات رياح وألواح للطاقة الشمسية. جاء ذلك خلال تفقد رئيس المنطقة لعدد من المشروعات الموجودة داخل نطاق أحد المطورين الصناعيين الصينيين، حيث عبر عن رغبة المنطقة الاقتصادية في التعاون بمجال توطين صناعة المستلزمات الطبية والمادة الفعالة للأدوية، وذلك لتقليل حجم الاستيراد في هذا المجال. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا جديدا تحت عنوان ثالوث الجائحة والتضخم والتشديد النقدي وتداعياته على الأعمال. وأشار المجلس إلى أن العالم قد شهد على مدار السنوات الثلاث الماضية أزمات اقتصادية متلاحقة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي. فوفقا لتقرير التجارة والتنمية الصادر عن الأنكتاد في أكتوبر الماضي، خسر الاقتصاد العالمي أكثر من 17 تريليون دولار، وذلك منذ بدء تفشي فيروس كورونا، أي ما يعادل نحو 20% من الناتج الإجمالي العالمي. كشفت النشرة اليومية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن نجاح الجهود الحكومية المتواصلة، وذلك خلال الفترة من الأول إلى 23 من شهر ديسمبر الحالي، في الإفراج عما قيمته 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة بالموانئ من أصل بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت. وأكدت النشرة أن هذه الإفراجات دليل على أن الحكومة لديها ما يكفي من العملة الصعبة ما مكنها من التدخل لاتخاذ إجراءات لإتمام هذه العمليات في فترة وجيزة، مشيرة إلى أن تلك الجهود أحدثت صدمة للسوق الموازي وكبدت المضاربين على الدولار خسائر كبيرة. وإلى سوق المال مشاهدينا، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب.
ارتفع رأس المال السوقي بحوالي 13.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.713 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة بلغت 1.22% ليغلق عند مستوى 14560 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة بلغت 1.67% ليغلق عند مستوى 2749 نقطة. فيما امتدت المكاسب لتشمل مؤشر EGX100 الذي ارتفع بنسبة بلغت 2% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة. نتحول إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 3.63% ليصل إلى مستوى 83.92 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 2.67% مسجلا 79.56 دولار للبرميل. كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 3.86% ليغلق عند مستوى 3.21 دولار للتر. كما ارتفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.6% لتسجل تقريبا 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت أغلب البورصات الخليجية مع تواضع أحجام التداول في غياب المستثمرين الأجانب، وذلك بسبب عطلة عيد الميلاد. هبط المؤشر السعودي بنسبة بلغت 0.1%. كما تراجع مؤشر أبو ظبي بنسبة بلغت 0.5% مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، فيما انخفض أيضا المؤشر الرئيسي للسوق القطرية بما نسبته 0.9%. لكن المؤشر الرئيسي في دبي ارتفع بنسبة بلغت 0.5%. نهاية وقفتنا الاقتصادية مشاهدينا، عودة مرة أخرى إلى نهى وهبة، إليكم. شكرا جزيلا لك رجاء رمزي. نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على مواجهة ارتفاع الأسعار وعدم تحميل المواطنين المزيد من الأعباء. مدبولي يوجه بوضع خطة تنفيذية متكاملة لتشغيل الأبار الجوفية بالطاقة الشمسية تخفيضاً لفاتورة الدعم. لافروف يقول إن الغرب سيكون مجبراً على التفاوض مع روسيا مع تراجع قدرته على توجيه الاقتصاد العالمي. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. شكراً لكم وإلى اللقاء.